أخبار الطقس والحالة الجوية تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة. دينا، شرف إليك مرة أخرى. دينا، شكرا لك محمد، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 21، إسكندرية 29 20، مطروح 27 20، بورسعيد 29 20، الإسماعيلية 36 20، السويس 35 20، العريش 30 19، طابة 35 22، شرم الشيخ 35 27، الغردقة 34 26، الأقصر 38 25، أسوان 39 26، الوادي الجديد 38 26، شلاتين 35 26، وأخيرا حلايب 30 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.